يقول السائل: قمت بفريضة الحج متمتعا، وفي طواف القدوم دخلت من الحجر في أحد الأشواط جهلا مني، فقمت بطواف آخر فيما بعد، فهل هذا صواب وجزاكم الله خيرا؟ نعم، دخولك مع الحجر غلط، دخولك مع الحجر غلط، لأن الحجر من الكعبة، الواجب عليك أن تطوف بجميع الكعبة لا أن تدخل مع الحجر لأنه من الكعبة، فطوافك الأول غير صحيح لأنه ناقص. أما ما دمت أعدت الطواف على الوجه الصحيح فالحمد لله، قمت بالواجب عليك.